بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو نيميرو 33 تحت عنوان لا فونكسيون لوغاريتم. درس كتير مهم. قبل ما نبلش بالدرس مضطرين نعطي رابيل سريع عن البريميتيف. ديفينيسيون: سوا اف اون فونكسيون كونتينو سور ان انترفال اي. Une primitive de f sur i est une fonction grand f dérivable sur i telle que f prime égale f. Exemple, soit f la fonction définie sur R par fx égale 2x. Heide ibar en fonction polynôme définie continue sur R. بدنا نحاول نفتش عن بريميتيف لهيدي الفونكسيون اف، يعني بدنا نفتش على فونكسيون اف كبيره بشرط اذا عملت لها ديريفي يطلع 2x. واضح انه اذا اخذنا اف ا اكس ايجال اكس او كاري، الديريفي للاكس او كاري حتطلع 2x، وبالتالي اف ا اتيني بريميتيف دي اف. طيب اذا اخذنا اف 2 اكس ايجال x au carré plus 5. كمان الديريفي للاف 2 بتطلع 2x، وبالتالي اف 2 ايضا بريميتيف للاف. اذا بناخد اف 3 x ايجال x au carré موان 14، كمان الديريفي للاف 3 بيساوي f، وبالتالي اف 3 هي ايضا بريميتيف للاف. فاذا f بريم ا égal f prime 2 égal f prime 3 égal f. Donc f1, f2 et f3 sont des primitives de f. الاستنتاج الاول اللي بنستنتجه نحن هون انه نحن كل ما نغير هيدا الكونستانت الموجود هون حيطلع الديريفي حيضلوا 2x. ديريفي للx2 هي 2x، وديريفي لهيدا الكونستانت بيساوي 0، وبالتالي كل ما بنحرك هيدا الكونستانت هون كل ما بنغيره الاف بريم حتضل بتساوي اف، وبالتالي فينا نستنتج انه الاف ادمي اون انفينيتي دي بريميتيف سور ار. تيورام، خلينا نذكر بهيدا التيورام موجود بصف البكالوريا. نحن هدفنا هون بس نعمل مراجعة سريعة عن البريميتيف. تيورام بيقول soit f une fonction continue sur un intervalle i. أول propriété بتقول f admet une infinité de primitives sur l'intervalle i. فإذا كل fonction continue على intervalle معين admet une infinité de primitives على هيدا الانترفال. Deux primitives de f sur i diffèrent d'une constante. يعني الفرق بيناتهم constant. C'est-à-dire, si f et g sont deux primitives de f sur i, alors pour tout x de i, fx, هيدا الديفيرونس اللي هو fx moins gx égale k. k est une constante réelle. ساعة ما بقول constante réelle يعني indépendant de x. ما في بقى بو x. يعني هو ثابت مستقل عن x. هيدي بنشوفها هون على السريع. مثلا ال f1 وال f2 هن بريميتيف لنفس الفونكسيون f. إذا بنعمل هون f1 مو f2 أو f2 مو f1 حيطلع مثلا f2 مو f1 x2 حطير x2 حيطلع 5، يعني constant ريال مستقل عن x. إذا بنعمل مثلا f3 مو f2 x2 بتطير x2 حيطلع عنا موان 14 موان 5 موان 19، يعني constant. تالت بروبريتي سوا x0 appartient بال e et y0 un réel quelconque. التيورام بيقول il existe une primitive et une seule f de f sur i vérifions la condition initiale fx0 égal y0. هودي عبارة عن بروبريتي مرئين معنا بصف البكالوريا، عم نتذكرهم لأنه بدنا نعوزهم بالدرس. بهيدا الفيديو مثلا في عنا هيدي البوان ا عندها كوردوني x0 y0. هيدا الكورب اللي باللون الأحمر هو كورب ريبريزونتاتيف لبريميتيف f لفونكسيون f. إذا منحاول منشوف هودي هني
مثل ما شايفين لبريميتيف للفونكسيون اف. عم نلاحظ في واحد بس منهم هودي بيمرق بالبوان اه، هيدا هو. ومثل ما شايفين اذا هيدا الكورب باللون الاحمر جران اف، اف لا اكس 0 ايجال ايجراج 0. Définition de la fonction logarithme neupérien. Soit j'ai la fonction définie sur l'intervalle 0 plus infini par gx égale 1 sur x. Haïdi, on s'appelle la fonction inverse. Haïda, houé, la courbe représentative de la fonction g sur l'intervalle 0 plus infini. مثل ما شايفين لا فونكسيون جي اي كونتينيو سور الانترفال 0 بلس انفيني، وبالتالي حسب التيورام اللي حكينا عنه من شوي لا فونكسيون جي ادمي اون انفينيتي دو بريميتيف سور الانترفال 0 بلس انفيني. اي إل اكزيست اون بريميتيف اي اون سول اف تيل كو اف دو 1 ايغال 0. يعني في بريميتيف واحد فقط الكور بريبريزونتاتيف لإلو بيمرق بهيدي البوان A اللي عندها كوردوني A 0. فإذا بار ديفينيسيون لا فونكسيون لوغاريتم نوبيريان إي لا بريميتيف سور الانترفال اوفير 0 بلس انفيني دي لا فونكسيون انفيرس 1 سور X كي سانيل أو 1. سيت فونكسيون إي نوتي بار ألان، البعض بيقراها هيدي الان، البعض بيقراها الان. فاذا خلونا نعمل ملخص استنادا لهيدا الديفينيسيون. لا فونكسيون اف اكس ايغال لان اكس، مثل ما حكينا هيدي فينا نسميها لان اكس او الان اكس، مثل ما بنرتاح فينا نقولها. اول شرط بالنسبه للدومين دي ديفينيسيون الاكس لازم يكون موجود بالانترفال اوفير 0 بلس انفيني. البعض بيقول انه الاكس ستريكتمون بوزيتيف، فاذا كل شيء جوا اللان بده يكون ستريكتمون بوزيتيف. ثاني نقطة لازم نفهمها انه الفونكسيون لوغاريتم نبريان هي البريميتيف للفونكسيون انفيرس، وبالتالي ديريفي للان اكس ايغال 1 سور اكس. ثالث نقطة عم نقول حسب الديفينيسيون كي سانيل او 1، يعني معناتها الحكي انه اللان للان ايغال 0. فإذا هيدي الثلاث نقاط بدنا نخليها براسنا لأنه كل الدرس بدنا نبنيه على هودي ثلاث نقاط. فإذا في عنا ثلاث نقاط، هيدي أول نقطة بدنا نسجلها براسنا، تاني نقطة بدنا نسجل إنه ديريفي للان إكس بيساوي أن سور إكس، تالت نقطة لان للأن إيكال زيرو. بالتالي كل الدرس سيبنى على هذه الثلاث نقاط، كل بروبريتي وكل الدرس بدنا نبنيه على هودي ثلاث نقاط. فإذا نحن هلا موجودين هون وبدنا نكمل بالدرس لنوصل بالأخير لهون. سنتحدث الآن عن السينيور دو ألان إكس. أكتيفيتي إن يوتيليزون أون كالكولاتريس كومبليتي لو تابلو سويفون. في عنا هون x، في عنا هون لان x. ما شايفين هيدا الزر هون مسجلين عليه لان، حنكبس هون لان، بعدين موا 3 ايغال مثل ما شايفين ماث ايرور، يعني نيكزيستد با. نفس الشيء رح نروح لان موان 2، حنكتب موان 2، فينا نسكر بارونتيز وفينا ما نسكر بارونتيز، ايغال كمان نيكزيستد با. كمان اذا بنجرب 0 لان دو 0 ايغال كمان نيكزيست با. لان ل 0.1، لان دو 0.1 ايغال موان 2.3، موان 2.3. لان ل 0.6، 0.6 ايغال موان 0.5. لان للأ حسب الديفينيسيون حكينا 0، خلونا نتأكد باستعمال الكالكولاتريس. لان دو 1 ايغال 0، فإذا هيدا هون 0 نحن مش مستغربين. نكمل، في عنا لان دو ايغال 0.69. الاو وين هيدا الاو موجود على الكالكولاتريس؟ أولا هيدا الاو حنسميه الاو اسمه نومبر دولار. بداية مثل ما شايفين هون في عنا 10 اكسبوزون اكس فوق او، نكبس الفا، بعدين نكبس هون مثل ما شايفين طلع عنا الاو
نقبس إيجال، فإذا هيدا هو نومبر دولار. نومبر دولار تقريبا الاو بيساوي، وهيدي لازم نحفظها، 2.7. لان الفا نقبس هون، لان الاو فينا نسكر بارونتيز فينا ما نسكر، ايجال 1. فاذا اللان للاو ايجال 1، لان للسانك 1.6، لان للديس ايجال 2.3، لان لل 2023 7.6. لان 10 à la puissance 20، 10 à la puissance ما شايفين 20 égale 46.05. اخيرا لان 10 exposant 40 égale 92.1. من خلال هيدا الاكتيفيتي اكتشفنا انه بداية اذا اللان منعطيه 0 او نومبر ستريكتمون نيجاتيف، بهالحالة هيدا اللان نيكزيست با، وبالتالي اذا منعطي لان وجواته موان، بهالحالة هيدي لان نيكزيست با. ايضا استنتجنا اذا كان النومبر كومبري اونتر 0 و 1، بهالحاله هيدي الجواب ستريكتمون نيجاتيف. اذا اخذنا على الان 0 على يمين الان، مثل ما شايفين اللان عم بيكون ستريكتمون بوزيتيف. والموضوع المهم اللي كمان لاحظناه هون هيدا خلال الدرس حنبينه، انه لوسكي اكس تنفير بلس انفيني، مثل ما شايفين انا عم كبر الاكس تدريجيا، 2023 10 puissance 20 10 puissance 40، كمان اللان عم يكبر تدريجيا، يعني لا فونكسيون لوغاريتمي استريكتمون كرواسونت. والاهم من هيك، ليش انا هون راسم هيدي السلحفات هون؟ لانه مثل ما شايفين وملاحظين اذا الاكس عم يكبر بوتيره مرتفعه جدا، اللان عم يطلع على البلوس انفيني مثل ما شايفين، ولكن بشكل خجول. بمعنى اخر، اللان اكس بتروح باتجاه البلوس انفيني ولكن بشكل متباطئ جدا او بشكل خجول. مثل ما شايفين 10 على بويسونس 40 هيدا الرقم اللي كتير كتير كبير، اللان لإله فقط 92.1. هالشي بدل انه الفونكسيون لوغاريتم صحيح بتطلع على البلوس انفيني، بس ولكن بشكل بطيء جدا، او البعض بيقول بشكل خجول.